الو، هلا. لصح علي اتصل فيك. وين انت يا ابني؟ انا بحط ديناميت باساسات شركه ديمير اغلو وانت مانك موجود. كان في عندي شغل كتير مهم. وشو الشغل اللي اهم من موضوعنا؟ رحت لاحكي مع امي ملك، قلت بلكي بعرف شي بخصوص هازال مشانك، بس ما عرفت. شكرا لك يا ابني، الله يحفظك. هالموضوع عندي بعد هلا، بدي ساوي كل شي بقدر عليه لاعرف الحقيقه. منسحب المصاري من حساب الشركة ومنمول السفينة الجديدة وبعدين منسكر القرض. الموضوع بينحل إذا اشترينا سفينة؟ طيب شو مشان تسليم البضاعة؟ بعدين المصاري اللي موجودة بحساب الشركة ما بتكفي. عندك فكرة تانية حضرة المدير؟ عندي. شركة آل ديمير أوغلو رح ينسحبوا من هي الشراكة، وأفضل حل إنه نبيع الأسهم. ما رح يصير هيك شيء، أنا ما بسمح أبداً. ليش ما عم تفهم إنه ما عندنا حل تاني فورال؟ ما بتقدروا تسددوا كل هالمبلغ من حساب الشركة. يا أما شركة ديمير أغلو بتنسحب أو بتأعلنوا إفلاسها. مفكر إني ماني فهمان شو اللي عم تساوي؟ أنت بدك يانا نستسلم وهيك؟ لأنه هالشي بيفيدك إلك وبس. أنت المسؤول الوحيد عن يلي صار. أنت وافقت على شراء السفينة، وأنت يلي سلطتهم على راسنا. هلأ جاي عم تلومني إلي؟ نحن وصلنا لهي الحالة لأنه أنت عم تلحق قلبك. شو عم تقول أنت؟ وقف فورال، بكفي بكفي. اهدى فورال، اهدى. أساساً هذا يلي بده يا عزيز توبراك، إنه يوقعنا بعضنا. هو مفكر إنه حصرنا بالزاوية، بس هو غلطان. لسه ما انتهى كل شيء. نحن رح نعطي عزيز توبراك شيء أهم من أسهم الشركة. ما فهمت، شو هو؟ رح تعرفه عن قريب. المرة اللي قالت لي إنها تركتني مشان المصاري ما عم تستخدم المصاري، مثلاً ما اشترت سيارة خاصة وما عم تحط ألماس برقبتها، ولساتها محتفظة باللؤلؤ السودا اللي عطيتها إياها. ما عم أفهم بنوب، لو يطلع هالشك من راسي، وفي كتير أسئلة جوات راسي ما عم لاقي لها أجوبة. اسمع كنان، بيقولوا الضحكة بتعكس صورة الإنسان. يلي ضحكته حلوة بحب بطريقة حلوة. مو مبين على هازال إنها طمعانة بالمصاري، وما بتترك حبيبها بنص الطريق مشان المصاري. برأيي في قصة تانية باللي صار. وقف قدامها واجهها بالموضوع، وإلا ما فيك تعيش بهالشك اللي براسك، وخاصة إذا بدك تتزوج وحدة تانية وحل هالموضوع. والله سألتها، وقفت قدامها وسألتها، وحتى أصريت، قالت نفس الشي خالي. معناتها أنت سألتها نفس السؤال. أكيد أنت سألتها مثلا ليش تركتيني؟ ليش تزوجتي فورال؟ والبنت ما عندها جواب لهالسؤال. طيب شو بدي أسألها؟ عن اللؤلؤ السودا. إلا طالما ما بتحبيني وطالما ما ضل بيناتنا أي شيء، يلا أعطيني اللؤلؤ السودا. يا ترى رح تعطيك إياها؟ مو اللؤلؤ السودا هي شعار حبكم؟ يا ترى بتتخلى عنا؟ أنا متأكد رح يكون جوابها إنه مشانك. مشان هيك انسى موضوع كتب الكتاب. أنت مو تزوجت وحدة تانية مع أنك بتحب أمي ملك؟ بس أنا ما فتحت قلبي لحدا بعد ملك. يعطيك العافية إبرو خانم. أحمد، أهلين وسهلين. أنت كتير متغير، كأنك شخص تاني. عن جد؟ إيه عن جد. والله إنك طالع كتير حلو،
ايه خير ان شاء الله، ليش اجيت؟ اه صحيح، الشركة صارت إلكون وطبيعي انك تجي. مو هيك، انا اجيت بس مشان شوفك. يبرو اذا اتصل المحامي. انت شو عم تساوي هون ولك؟ انتو تعرفوا بعضكم؟ صرنا شهور عم ندور عليك، بتجي عالشركة بكل وقاحة وكأنه ما صار شي؟ رح دفعك ثمن خيانتك اللي فهمت؟ اتركني سنان بيك، انت شو عم تساوي؟ انا رح اقتلك يا كلب. عيد ايدك، احمد بيكون اخو لك سنان بيك. شو؟ ايه هو بيكون اخوه، احمد وكنان بيك اخوة. طلع فيني، الموضوع ما انتهى هون، اصحك تنسى. انا ما نسيت ومستحيل اني انسى انك بعتت رجالك وراي وعطيتهم امر انهم يقتلوني، ما رح انسى ابدا. صحيح انت مدير عام هالشركة، بس انا صاحبها هلا، يعني تبادلنا الاماكن، ما عدت موظف عندك، هلا انت عم تشتغل عندي لهالسبب. دير بالك منيح سنان ديمير أوغلو. أوه. شفت اللي شلون وشه صار أصفر مثل الليمونة؟ هلأ ريحت اللي قلبي، والله كان بيستاهل اللي ساويته. برافو أحمد، قسما بالله حلال عليك، انت عن جد قبضاي وما في منك. استنى رح اطلب فنجانين قهوة. موقع المطعم كتير حلو امي. ايه والله كتير حلو، عن جد مثل ما تخيلته باحلامي. طيب قديش اجار هالمحل؟ 20,000 وشهرين مقدما، وطبعا لسه في موضوع العمولة. 20,000 كتير، أكبر من قدرتنا. إيه معك حق بنتي، ما علينا مو نصيبنا. رقمي معكم، إذا غيرتوا رأيكم اتصلوا فيني. طبعا، يعطيك العافية. الله يعافيك. عجبك كتير مو هيك؟ قلتلك مثل ما رسمته بخيالي، بس مو مشكلة، إن شاء الله منلاقي الأرخص والأحلى. طبعا منلاقي. حكيت مع نادر بيك، أكد لي المعلومة، السفينة انحجزت بميناء فرنسا. ما في ولا طريقة إنه نرجعها؟ للأسف هذا الشيء مستحيل. وشو مشان بقية العقود؟ ما بنقدر نلغيها؟ إنه نشتري سفينة جديدة بعد هالخسارة رح يتعبنا من الناحية المالية. جنان خانم، المفروض إنه نحاول نلغي أكثر من نص العقود، بس بتعرفي في غرامات كبيرة وما رح نقدر على هذا الحمل، يعني بكل صراحة هذا هو الإفلاس. تعبت وتكسروا رجلي، وأنا من فترة طويلة ما مشيت لهالدرجة. اتذكرت لما كنا نروح على السوق بالدير، كنا ناكل كعك. جاتي بنتي ناكل شي؟ ناكل كعك مثل الأيام القديمة. معناتها منروح على الساحل مناكل كعك ومنشرب شاي. بشتري كعك من هون. ماشي. ألو كينان. أمي أنا بدي أطلب منك طلب. قول إذا فيني ساوي تكرم عيونك. هازال لسه معك؟ يا ابني هازال صارت مرة متزوجة، لا تساوي هيك. هي رسمت طريقة أمي، وأنا كمان محتاج أرسم طريقي، ما عم بقدر استمر بحياتي بنوف. أنا بوعدك بدي أسألها سؤال واحد وما عاد أطلع قدامها مرة تانية، صدقيني. لو سمحتي أمي. كتير حلوة هالحديقة. لا اسطنبول. من لما جيت أول مرة بتطلع على البحر بهالسعادة باسطنبول وبهالمضيق. أول مرة بشوف اسطنبول حلوة،
والكعك اللي هون كتير طيب، حبيته، تاكلي كمان؟ لا اشبعت. أنا بدي جيب شاي كمان، بدك؟ أنا بجيب لك، ارتاحي أنت. لا أنا بجيب لحالي، استنيني. جيتي بسرعة. كينان، شو عرفك إني هون؟ كيف طلعت لي؟ نحن لازم نحكي. أنت حكيت مع هازال؟ إيه حكيت مع فورال بيك، خبرتني إنه عم تدور على محل مع أمها، ولما تخلص شغلها بروح بجيبها. ما فهمت عشو عم يدوروا؟ قال عم يدوروا على محل، ما بعرف شو الموضوع، فكرت انه عندك علم. ما في شي لنحكي، روح من هون. كنجار رح يجي بعد شوي لياخدني، روح. ما رح روح لمكان، لازم نحكي. ما ضل شي لنحكي، ما عم تفهم؟ ما عم أفهم، ما عم أقدر أفهم. أنت ما تركتيني مشان المصاري، وبعرف إنك ما بتحبي زوجك، مزبوط؟ أنت ما بتعرف شي. ما بتحبي فورال، بعرف، والليلة اللي قضيناها بهداك الكوخ. انسى هديك الليلة، فيك تصدق اللي بدك تصدقه، بس أنا قلت لك الكلام اللي عندي. يلا روح، كنجار رح يجي لياخدني، روح بقى، تركني بحالي. طيب. رح روح، بس أنا في عندي طلب أخير وبعدين بروح. شيلي اللؤلؤة السودا من رقبتك واعطيني اياها. اسطورة اللؤلؤة السودا مو لعشق منتهي، هي بس لعشق ما بينتهي ابدا. نحن ما نجحنا، خليني اعطيها للي بتستحقها. للي بتستحقها؟ مين بتستحقها؟ ليش ما انفصلت عن أرماك؟ ولا في وحدة تانية؟ مو مهم مين بتكون، الواضح إنه مو أنت اللي بتستحقيها، وما في داعي تضل اللؤلؤة السودا برقبتك. رجعي لي. انت شو عم تستني؟ اعطيني اياها، ما لها اي معنى بالنسبه إليك، لهيك ما في داعي تضلي حاملتيها برقبتك. اعطيني اياها، عن جد ما بتستحقيها، هاتيها، خليني اعطيها للبنت اللي بتحبني عن جد. مو الصح انه هي اللي تلبسها برقبتها؟ هاتيها.
أعطيها لمين ما بدك، للي بتستحق عن جد. رح أعملها، وأنت يا هزار رح تشوفي شو رح ساوي. في شي ما عم يريحني، ما بعرف شو هو، بس أنت ما عم تقولي شي. بسيطة، لا تقولي، بس شو ما كان السبب، أنت خلص اخترتي طريقك، وهلأ أنا رح أختار طريقي من اليوم ورايح. إذا بتحاولي تلوميني على اللي رح يصير، اتذكري هذا الحديث. أنتي منيحة بنتي؟ ماني منيحة، ماني منيحة. شو صار هازال؟ وشو حكيتو كينان؟ شو قلك؟ هازال يلا قولي شو حكيتو. سألني مرة تانية ليش تركته، قال لي إنه أنا ما بحب فورال، ما عم يصدقني. وبعدين أخذ اللؤلؤة السوداء، قال إنه بده يحطها برقبة وحدة بتستحق عن جد. أنا كتير خايفة يا أمي، عم حس إنه رح تصير شغلات سيئة. هزال، لك حاجة تتصل بكفي بقى، أنا ما بدي أحكي معك ولا أسمع صوتك. لا عم تتصل. هزال، انتي لساتك بتحبي لكينان مو هيك؟ لا، ما في هيك شي. مبين عليكي انتي لساتك بتحبي. أبي. يا بنتي، آخ يا حبيبة قلبي. هازال، انتي ما بتحبي فورال، وحتى مبين انه انتي كتير بتكرهي، ولما بينذكر اسمه ولما شوفه جنبك ما بشوف السعادة على وشك يا بنتي. طول الوقت حزينة، لأنت رح تقدري تخبي؟ ليش يا بنتي؟ ها انتي ليش عم بتساوي هيك بحالك؟ انا ما عم ساوي شي. معناتها ليش كلام كينان أثر فيكي لهالدرجة؟
انت ليش عم تبكي؟ شو؟ امي بترجاكي انا ما عاد بدي احكي بهالموضوع، لازم اروح، كثير تاخرت. يا بنتي اسمحي لي ساعدك هازار، يلا احكي لي ليش؟ مو المصاري ولا الثروة، وانتي ما بتحبي فورال، طيب ليش يا هازال؟ ها؟ امي بترجاكي خليني روح. هازال لا، ما رح تروحي، انتي لازم تخبريني ليش تزوجتي. لانه كنت مجبورة، انا كنت مجبورة اتزوجه. كيف يعني كنتي مجبورة تتزوجي؟ شو صار بينك وبين هداك الرجال هازال؟ ليكون دخيلك يا رب يحفظ لي عقلي. هازال بنتي ليكون عديم الأصل سوا معك على غصب عنك. أمي بترجاكي لا تقولي شي لكنان، مشان الله لا تخبري كنان بهالشي، إذا عرف بتصير مصيبة. أمي بترجاكي إذا صار له شي ما عاد أقدر أعيش، الله يخليك لا تخبري. أمي 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 مشان الله لا تقولي أي شي لكنان. أسطورة اللؤلؤة السوداء مو لعشق ما ينتهي، هي بس لعشق ما بينتهي أبدا. معك حق، أعطيها لمين ما بدك، للي بتستحق عن جد. إذا عندك ولو أمل صغير إنه ممكن نكون مع بعض مرة تانية، ارميه. ما في شيء اسمه نحن، وما رح نكون سوا. أنا بحب زوجي. لا أنسى يا هزال سانجار، يا ترى بتقبلي تتزوجي السيد فورال بيمير أغلو؟ بقبل. هازال طيب ليش ما طلبتي المساعدة من حدا؟ ليش ما صرختي وليش ما هربتي منه؟ من شان الله قولي كيف بيصير هيك شيء. صرخت بأعلى صوتي، بس كنا لحالنا بالقارب بالبحر. طيب انتي شو كنتي عم بتساوي لحالك مع هداك الرجال بالقارب؟ كيف بتركبي معه؟ كيف وثقتي بهيك وثق واطي؟ بعت لي خبر انه في حفلة بالقارب ورحت اشتغل كجرسونة، ونحن بحاجة للمصاري والاجرة منيحة. نحن كنا رح نتزوج وعم نحضر لعرسنا، لو بعرف ما كنت بروح. يا ربي دخيلك يا ربي، انا رح جن. يا بنتي
طيب على فرض انه انتو خبيتوا هذا الشيء عن الكل، ليش خبيتي عني وما خبرتيني بسرعه؟ مين اللي قالك انه الحل هو الزواج؟ يعني لهالسبب اتزوجتي فوران؟ كنت مجبوره، قبلت اتزوجه مشان كنان، لانه ما كان بدي اياه يتأذى. او كيف كنت بدي اقدر اطلع بعيونه وخبره اللي صار؟ لو كان عرف كان قتله لفوران وكان قضى باقي عمره بالحبس. معناتها لهالسبب تغيرتي فجأة، من شان هيك انتي انفصلتي عن كنان. وهداك الحقير ما رح ينفذ بعملته الوسخة، رح حاسبه ودفعه الثمن غالي. لا يا أمي، الله يخليكي لا تساوي أي شيء. تركيني أمي، إذا ساويتي شيء بتموتيلي، ما فيني اتحمل اذا بيصير لك شيء. اذا قتلتي بتفوتي على الحبس، كيف رح اقدر اعيش؟ ليش انا فيني اعيش؟ اذا انت ضحيتي بحالك وعم تحترقي بهداك الجحيم، انا كيف رح اقدر اتنفس؟ حياتي حرام علي طالما هداك الحقير عايش، ما فيني اعيش. بعد اللي صار ما عاد في اهميه لشيء، كوني منيحه وكنان رح يكون منيح وانا رضيانه بقدري. هذا مو قدرك يا بنتي. الواطي سرق منك شبابك وسعادتك وسرق كل حياتك، عديم الأصل سرق لك أحلامك. بعرف صحيح، هو سرق مني كل شيء، سرق مني كل شيء، بس المهم أنتو منح، أنت منيحة وكنان منيح وكل اللي بحبهم منح. وأنا جربت مرة وحاولت أني انتحر بس ما قدرت. بس إذا بصير لكم شيء ما بيضل عندي سبب مشان ضل عايشة. وقتها بنتحر من دون ما أتردد. بترجاكي اهدي يا بنتي. اسمع ابني، انت بتعرف عزيز، لو إنه كان همه يقتلك وقتها كانت الرصاصة بقلبك مو بجيبتك. الشركة وغيرها حجة، هو ما بيهتم بالمصاري وغيرها، وكل هدفه إنه يحصرك بالزاوية ويضغط عليك لحتى يعرف مكان ناز. إذا ضل عم يحاول لآخر عمره ما رح يقدر يعرف الحقيقة مني. أي معك حق، بس مع هيك نحنا لازم نكون هادين ومنتبهين. خليه يفكر إنه هو اللي ربح ويظن إنه نحن استسلمنا، لما نستخدم ورقتنا الأخيرة وقت الكل بيعرفوا مين ربح. وشو ورقتنا الأخيرة؟ لما يجي وقتها بخبرك. سبور شوي بنتي حبيبتي، أنا ما بتركك بهداك الجحيم. أنا مجبورة إني روح يا أمي. مانك مجبورة تروحي أبدا، أنا مستعدة وقف مثل الجبل قدامك، بس ما بخليك تروحي لعند هداك الحقير. لا تخافي، لا تخافي من شي يا حبيبة قلبي. ماني خايفة أساساً، ما بسمح له يقرب مني أو حتى ينام جنبي. من اليوم اللي تزوجنا فيه أنا ما سمحت له يلمسني. فورال ما بيقدر يساوي لي شي، وأنا همي الوحيد إنه أحميكن. إذا بتتذكري أنتي قلتي لي هالشي، وإنه قوة الحب الإيد مو بلسان. إذا ما ساوينا كل شي مشان اللي منحب، ما بيضل إلنا قيمة ولا للحب. وأنا هاد اللي عم ساوي، عم أحمي اللي بحبه. لو كنتي مكاني. كنت عملت مثلك. لهالسبب لا تشغلي بالك، فورال ما بيساوي لي شي، ما بيقدر. وهو بسبب عايش هلأ، إذا تركته وقتها بيموت. انتي كوني مطمنة. بنتي لقيتها فورال بيك، ليك هي قدام عيوني هلأ. جيبها محل ما قلت لك،
تحت أمرك. حبيبي مو اتفقنا انه ما عاد تتصل فيني باي وقت؟ اشتقت لك، ما عاد اتحمل، شو بدي ساوي؟ وانا اشتقت لك. سيبار اجا فورال بيك وجينان خانم. جينان خانم بدها اياكي. حياتي امي واخي اجوا، منحكي بعدين. لا وقفي وقفي ثاني، استني ارماك، لازم نلتقي هلا. ما فيكي تطلعي ساعه من البيت يعني؟ لاقي شي حجه واطلعي، ما راح خليكي تتاخري، الموضوع مهم. ما بظن فيني اطلع بهالوقت، اجوا امي واخي. أرماك في موضوع كتير مهم لازم أحكي معك فيه. قول، عم اسمعك. معناتها اسمعي. أرماك شو عم تساوي؟ ولا شي، بس قاعدة أخي. جاهزي حالك، رح نروح سوا. خير إن شاء الله. لوين بدنا نروح أخي؟ رح ناكل برا، في موضوع لازم أحكي معك ومع هازال. حجزت لكم بمطعم توكيا. لا تقلقي علي أمي، أساساً شو رح أعيش أسوأ من اللي عشته؟ أنا منيحة، عن جد أنا منيحة. شوفك على القصر؟ لا، فورال بيك طلب مني أخذك على مطعم توكيا، هو بالقصر، بيلحقنا على المطعم بعد شوي. ليش رح نروح على المطعم؟ شو خطر عباله؟ ما بعرف يا خانم، فورال بيك أمرني أخذك لهنيك. أمرك؟ طيب نحن شو رح نساوي هنيك؟ والله ما بعرف الشي، قال لي أخذك على المطعم وأنا عم نفذ أوامره. هو بيأمر وأنت بتنفذ، صعب تقضي حياتك وأنت عم تخدم مريض نفسي، مزبوط كنجار؟ ما فهمت عليك ست هزال. لا بالعكس تماما، انت فهمتني منيح. انت دائما بتعمل كل اللي بيطلبوه منك بدون ما تسأل، مو هيك؟ روح لهنيك كنجار وتعال لهون كنجار، خد هاد وجيب هديك ونفذ الأوامر. عندي فضول أعرف شو بتقدر تساوي أكتر مشانه. تاخد روح حدا ولا بتعطيهم روحك؟ فين بأبعد مكان بتقدر توصل له يا كنجار؟ وبعدين تنسى مكان هداك القبر. ماشي يا خانو. في نهاية للي عم تساوي؟ جاوبني لشوف. أساساً رح استغرب إذا بتجاوبني. أنا بس عم اشتغل شغلي يا هزال خانو. بعد هيك
ايش هو هالمسخره هاي؟ ملك؟ ملك شو جابك لهون؟ بعد خليل ملك شو عم تعملي هون؟ الواطي فورال جوا ها؟ اهدي يا خانم ما بيصير هالحكي هاد. ملك فهميني شو القصة يا خانم. ولك اتركني يا خانم. شو عم تسوي يا ملك؟ بعد نادوا لفورال بسرعة. وقفي ما بيصير يلي عم تسويه. بعد وقفي عني. ملك استني شوي. لك اتركوني. قولي بالك يا خانم. اتركوني نادولي لهداك الرجال بسرعة. ملك استني فورال ديمير أغلو. لك بلا جنان انت شو عم تعملي؟ اخجلي من حالك امشي. يلي بهذا البيت لازم يخجلوا من حالهم. وينك فورال لو سمحتي ديمير أغلو؟ ملك لو سمحتي طلعي من هون ولا تساوي مشاكل. أنا رح حاسب فورال ديمير أغلو. ملك خانوم أهلا وسهلا. لك أنت قديشك حقير وقديشك وسخ وقديشك واطي وبلا أخلاق. ملك لك أنت شو من بين ملك خانوم اهدي شوي. ممكن تهدي شوي لحتى نحكي؟ ما إلي أي كلام معك. أنا حكيت معك مرة واحدة وسألتك سؤال واحد كذبت علي. فكرت إني شفت بعيونك حبك لهازال. أنا صدقت إنك بتحبها وما رح تفرط فيها أبداً. أنا أساساً ما كذبت عليكي أبداً سكوت. لك هاي بنتي هازال عيوني اللي بشوف فيهم وأنفاسي هي كل شي. أنت حرقت لها روحها لبنتي ودمرت لها دنيتها وساعاتها وحياتها مثل ما حرقت لي بنتي وسرقت لي شبابها. أنا كمان بدي أحرق لك روحك. شو عم يصير هون؟ ما في شي أمي. كيف ما في شي فورال؟ ملك خانوم شو عم يصير؟ ما في أي شي. نحن رح نروح. لا ما رح نروح اليوم بدنا نسكر الحساب. ماشي تركوني مع ملك خانوم لحالنا وكل واحد يروح على شغله. وأنا كمان بدي أحكي مع أمي. فورال أنت خد أختك وروح. أمي قلتلكن روحوا. أخي شو عم بيصير هون؟ ما في شي يلا خلينا نمشي. وقف هون لشوف. ملك خانوم بنتي أرمك مريضة وشو ما كانت مشكلتك بنحكيها سوا لو سمحتي. لو سمحتي تعالي. يلا وانتوا روحوا انا وملك بدنا نحكي لحالنا. يلا وانت سيد خليل. تعالي معي اذا عندك مشكله خلينا نحكي فيها بهدوء. ما فيني اهدى جنان خانوم. ابنك فورال رح يدفع الثمن غالي. خليل طيب ابني شو ساوى لبنتك؟ ابنك فورال عمل علاقة مع بنتي غصب عنا وأجبرها أنه تقبل تتزوجه. أكيد أنت بتعرفي بهذا الشيء. لا تتظاهري أنك تفاجأتي. انتي كمان بتعرفي منيح يلي سواه فورال. صدقيني انا ما عندي علم باللي عم تحكي بنوب. لو اني بعرف لك انتي شفتي ردة فعلي. لما شفتي ابنك عم يكتب كتابه على بنتي وهي مثل الضحيه ما تضايقتي ولا انبك ضميرك؟ ها ما خطر على بالك تساوي شيء؟ يا حرام يا اسفي على امومتك لانك كمان معي. بنتك وابني اتفقوا على الزواج وتزوجوا وانا بصفتي امه دعمتهم وساعدتهم. لا ما دعمتيهم بس غمضتي عيونك على فضيحة ابنك وغطيتي على جريمته. انتي خليتي بنتي تكون ضحية لابنك. يا ترى شو سويتوا لناس كمان؟ بس رب العالمين يشهد على كلامي فورال ما رح ينفض بعملته الوسخة. مثل ما هو دمر لحياته لبنتي أنا كمان رح دمر له حياته. ملك خانو وأنا أم متفهمة غضبك وقديش انتي مقهورة بس هن صاروا متزوجين هلأ وبنتك بأمان بهالبيت لا تاكلي هم أبداً. لك انتي شو عم تتمسخري علي؟ مفكرة اني رح اسمح انه بنتي تضل تحت نفس السقف مع ابنك بعد ما عرفت بعملته الوسخة؟ بموت بس ما بتركها بهذا البيت. انتي مجبورة تتركيها وإلا رح تجبريني أعمل اللازم. اعملي اللي بتقدري عليه بتحداكي
أنا ما لقيت بنتي بالشارع وما بترك لك لا بالشارع. بعرف العشق يلي جمعك أنت وعزيز توبراك، وكمان الشبه يلي بين هزال وناز ما نصدفه أبداً. شو قصدك تقولي؟ بعتقد عرفتي قصدي منيح ملك خانو. بعرف إنه عزيز توبراك أبوها لهزال. شو عم بتخبصي؟ شو خطر لك؟ شو خطر لي؟ معي تحليل الحمض النووي، حسب النتيجة في تطابق بين بنت عزيز توبراك وبنتك. يا ترى المسكينة هزال لما تعرف بهاي الحقيقة شو رح تكون ردة فعلها؟ ولسه جديدة صالحته رح تزعل منك. انت بتعرفي بنتك أفضل مني، بس هزال مثل ما عرفتها إذا عرفت ما بتطلع بوشك أبداً وما عاد تذكر اسمك. ملك خانو، نحن الاثنين منحب أولادنا، وبالنسبة إلي بعمل كل شي مشان ما يزعل فورال، وانت بالنسبة لهزال مو هيك؟ يعني الأفضل تتصرفي حسب أمومتك وتسكتي، وإنك تشتغلي مشان سعادتهم وبس.